فوالله ما قاربت إلا تباعدت، ولا أكثرت إلا أقلت، وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا، فلما تواثقنا شددت وحلت. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في آخر حلقات برنامج أنت وحظك، ومن حيكم بالتحديد من منطقة المدورة على الحدود الأردنية السعودية. أهلا بكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا وسهلا. جاي من السعودية؟ آه والله. متجه؟ والله هلا وصلنا بشوية صغيرة. وين متجه؟ عمان. أنت عمان إن شاء الله. جاي تعيد هون إن شاء الله عند الأولاد. الحمد لله، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. كيف حظك بهالدنيا؟ والله الحمد لله ممتاز. كيف الأمور على الحدود؟ والله الشباب كتير كويسين ومساعدين ويعني ما بيقصروش. الحمد لله. طبعا في مثل بيحكي ما بمسى، المثل بيحكي ما بمسى المسى. كم للمثل؟ ما بمسى المسى، آسف مش عارف. مش عارف، حافظ أمثال؟ يعني مثلا أقول دجاجة عفرت على راسها نفرت مثلا. يعني بشغلات صغيرة مش كتير والله يعني. مش حافظك. لا والله. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير. موظف ولا؟ موظف. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا أعزائي المشاهدين، المسافة من عمان للمدورة اللي هي الحدود الأردنية السعودية تقريبا 400 كيلو تقريبا. فالله يعطيكم العافية. الله يعافيك. السؤال بيحكي ما بمسى المساء، بدك تكمل المثال. ما بمسى المساء؟ ما بمسى، بمسى يعني ما بيجي المساء. اها. لضيف المساء. لضيف المساء. شو؟ ما بعرف. مش موظف؟ موظف تخليص هذا. الله يعطيك العافية. حياك الله. كيف التخليصات اليوم؟ لا والله كويس. خلصتوا على كم شغلة؟ والله كثير والله. صعب التخليص ها؟ لا والله اللي بفهمها كويس يعني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. كل عام وانت بخير. انت بخير يا. قادمين؟ من وين؟ من تبوك. تبوك؟ جايين تعيدوا بعمان؟ ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال بيحكي او المثل بيحكي ما بمسى المسا. والله ما مرق علي قبل هالمرة. ما مرق. للاسف. اردني طبعا حضرتك. تشتغل هناك؟ نعم. يعطيك العافية. شو؟ ما بمسى المسا؟ ما بعرف صراحة، ما مرت علي. ما مر علي. صوتك حلو؟ يعني هيك شيء. تغني؟ مش كثير. طب سمعنا؟ لمين؟ انت مش على الحدود بتشتغل؟ لا لا ما بشتغل. قادم؟ قادم من تبوك. الله يعطيك العافية. بتشتغل هنا؟ اي نعم. اهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سؤال بيحكي ما بمسى المسا. شو مثل هذا يعني نكمله؟ هذا مثل بدك تكمله. بتشوفوا برنامجنا بتبوك؟ لا والله ما بتشوفه. لا والله الدوام وقت الدوام بكون يعني رسمي ما بنقدر. احنا كنا بالاردن نتابعه بس تبوك لا والله صعب. ما بمسى المسا. اللي احنا عند النساء. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. يعطيكم العافية. طبعا جهودكم مشكورة والله يعطيكم ألف عافية. السؤال بيحكي ما بمسى المسا. ما بعرف. ما بعرف. ظبطها هيك. يا ريت والله. يلا. يا ريت والله. مش ظابطة؟ لا والله يا ريت. طب يعطيكم العافية. الله يعافيك. نعم يا أختي. طه بيك اللي هو مدير الحدود او نائب المدير في منطقة المدورة على حدود السعودية الأردنية، يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا هلا وقفات عيد. نعم. وشايفين في عندكم يعني ما شاء الله عمل دؤوب. مروح. نعم. مسافرين مروحين عيدوا عند اهاليهم بيشتغلوا بالسعودية. وكمان جايين ناس كثير من العمرة اظن. العمرة ان شاء الله الليل ببلشوا، بس هذول بيشتغلوا بالسعودية. نعم. نعايدوا اهاليهم. نعم. طب احنا كمان بنعيد عليكم نقول لك كل عام وانت بخير. وانتم بألف خير ان شاء الله. وعيد مبارك ان شاء الله. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم جميعا ان شاء الله ويعطيكم الف عافية ان شاء الله. اسمح لنا نسألك سؤالنا اللي طارحينه في المنطقة اللي هو مثل شعبي، كيف انت والامثال؟ والله مش كثير اختي الكريمة. مش كثير، طب المثل بيحكي ما بمسى المسا. ما بنسى المسا؟ ما بمسى يعني ما بيجي المسا. والله يا اختي ما مر علي. ما مر علي. لا والله ما مر. ترى؟ برضه ما مرش علي. ما مرش علي. كمان. طب كل عام وانتم بخير. وانت بخير. لوين جاي؟ انا معك. متجه للسعودية؟ انا متجه للسعودية، نعم. أي منطقة بالسعودية؟ السعودية تبوك، المدينة مكة. طبعا. يعطيكم العافية، إن شاء الله تصلوا سالمين. الله يسلمك. السؤال بيحكي ما بمسى المسا. ما بصبح الصباح. ربع الكفاف الحمر والعقل ميالة. كل عام وانت بخير وان شاء الله عيد مبارك علينا جميعا. والسؤال بيحكي ما بمسى المسا. ما بتنسى الصبح. ما بتنسى الصبح. ما بمسى، ما بيجي المسا. يعني
ما بصبح متنسى. لك شكرا. نبي نسى المساء. كل عام وانت بخير. وانت بخير. قادم من السعودية. نعم. اي منطقة بالسعودية؟ من جدة. اهلا وسهلا كل اهل جدة في الاردن. اهلا فيك. يا طيب القلب كل عام وانت بخير. وانت بخير. يا طيب القلب وين حرام تهجر طينك اشتاق لك يا حياتي حتى يردك حنينك يا شوق المساء. تعرف ولا ما بيخلي عبده بلا عشاء؟ ما بيخلي عبده بلا عشاء او ما بترك عبده بلا عشاء. صحيح. خلدون الدبعي كمان مرة. ما بنسى المساء وما بترك عبده بلا عشاء. وما بترك عبده بلا عشاء. صحيح. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستفقد الكل وما بنسى حدا من فضله. شكرا. وشكرا. تعرف على اسمك؟ خلدون سليمان الدبعي. خلدون الدبعي موظف جمال. يا بي شو بجمرك كل جمارك حتى الامثله. لا بس جمارك طبعا لازم جمرك. تسلموا. شكرا لكم. كل عام كيف عم بت يعني تراعوا امور انه يعيدوا طبعا هذا الشهر الفضيل يومين هذول طبيعي. هذا الشهر الفضيل وفي عنا تعليمات من عطوفة المدير العام بالتسهيل على المسافرين والاجراءات زي ما انت شايفين. احنا شايفين انها مبسطه جدا وميسره. خلدون الدبعي طبعا فاز بتكمله المثل. واحنا طبعا لا تنسوا انه احنا على الحدود السعوديه الاردنيه في منطقه المدوره على الحدود السعوديه الاردنيه. كل قديش بتروح خلدون على البيت؟ كل اسبوع. كل سبع ايام. كل سبع ايام. الله يعطيك العافيه. طبعا اخوي خلدون فاز. شريت اوعى العيد؟ والله لسه ما روحنا لسه نشتري. احنا شرينا وجبناهم. شرينا لك اياهم جبناهم معنا. شكرا. ثلاث بنطلونات. بده يغني ثلاث اغنيات على قد البنطلونات. سامحكم فيهم اذا فيها اغاني. ثلاث بنطلونات زائد ست ربطات عنق مقدمه من مصنع ياسين للالبسه. معك ساعه. نعم. طيب بنقدم لك كمان ساعه يد رجالي. متجوز خلدون؟ والله متزوج. بجوز نبدل لك اياها نسويها ساعة يد ستاتي. تسلمي. شكرا لك. طيب تسلمي. ساعة يد رجالي مقدمة من محلات او ستاتي مقدمة من محلات ابو صالحة للساعات والفضيات الوحدات مادبة. بتحب العصيرات والشغلات اي اللي منكم مقبول. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. خلاص ما بدك الاخرانية؟ خلص انا مسامحك. مين بده ياخذ الاخرانية؟ لمين متبرع؟ الك. الي لا. لمين بدك تتبرع؟ اذا مش الك الي. يعني طب شكرا لخلدون لانه بداني عن الكل يعني طبعا. واخر جائزه له هي خلاط امريكي سبع سرعات من جوهره المنزل هاملتون بيش. بس دير بالك يعني المواصله الاخير. هذا اهم واحد. هذا اهم واحد. يا جماعه احنا بودنا انه تكون جوائزنا اكثر واكثر لكن هذا ما وجد من الشركات لمؤسسه الاذاعه والتلفزيون. يعني احنا بودنا ان نعطيكم اكثر واكثر. هذا ما وجد لدينا. شكرا. كل عام وانتم بخير. شكرا. كل عام وانتم بالف خير. تسلموا. شكرا لكم. الف مبروك. مسافر ان شاء الله رايح للاردن. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك. وين قادم؟ من السعوديه. شغال. تشتغل بالسعوديه؟ اي نعم. منطقه تبوك. تبوك قريبه. سؤال بيحكي من هي القبائل التي سكنت فلسطين؟ طبعا السؤال بيحكي ما هي القبائل اللي سكنت فلسطين قبل حوالي 5000 سنه قبل الميلاد؟ يعني العمالقه. العمالقه. نعم. مين تحكي؟ لا والله لا. شو عارف؟ لا لا. سالتك. كل عام وانت بخير. موظف؟ لا والله انا سوري. اهلا وسهلا. من هي القبائل اللي سكنت فلسطين قبل 5000 سنه؟ قبائل فينيقيه. نعم. الكنعانيون. يا عيني عليك. الكنعانيون. صحيح. القبائل اللي سكنت فلسطين قبل 5000 سنه هن الكنعانيون. صحيح. زعفوله. تسلم. شكرا. شكرا. انت عارف على اسمك؟ ام لازم يحيى عليان. على
حدود السعودية الأردنية مدورة. يا أهلا وسهلا ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا ستي. يعني جهودهم جميع العاملين في الحدود عن جد مشكورين، و لأنه أنتم العيون الساهرة دائما. هذا واجبنا على الحدود. أهلا وسهلا فيك في برنامج أنت وحظك، كيف حظك بهالدنيا؟ والله إن شاء الله حظ واقف كويس. إن شاء الله يا رب. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. من وين قادم؟ أنا سوري مقيم بلبنان. طب من وين هلج؟ جاي من المملكة العربية السعودية. يا أهلا وسهلا فيك. مين هو شيخ الإسلام؟ مين هو؟ شيخ الإسلام. شيخ الإسلام. شيخ الإسلام. صوتك حلو. من بعض ما عندكم. شربانين من ميتكم أكيد بيكون صوتنا حلو. يعني بدك تغني؟ لا شو بغني؟ ما بدك تغني ولا مقطع؟ شو بتحبي؟ اللي بدك يا، إحنا بجو عيد وجو فرح. أكيد، وإن شاء الله بتكون أيامكم كلها فرح وبلدكم بخير والأمة العربية كلها إن شاء الله بتكون بخير. إن شاء الله. سيدنا يا أغلى يا أغلى من حياتنا، وعشقنا البسمة الحلوة والطلة اللي بتفرحنا يعني عليك يا سيدنا. يعني شو حلوة هالأغنية، شكرا. لا سايق شحن. سايق شحن. طب مين هو شيخ الإسلام؟ مش عارف. تعرف مين هو شيخ الإسلام؟ والله أنا بعرف شيخ المجاهدين عمر المختار، بس مسافر قادم. سائق شحن. سائق شحن براد. معك حمولة يعني هلأ؟ كنا مودين حمولة ورجع. الحمولة المودين ها؟ بندورة. بندورة. بندورتنا زاكي، إحنا مشهورين بندورتنا. أكيد أكيد. ما عرفت. أنا بس بتذكر إنه عمر المختار. حافظ أمثال؟ مش كتير. كيف جو العيد هلا؟ الحمد لله. كل شيء تمام؟ الحمد لله. كل عام أنت بخير. أنت بخير أحنا سهل. كل عام أنت بخير. أنت بخير يا حلال. الله يسلمك. مين هو الشيخ الإسلام؟ والله ما بعرفه. مش عارف؟ لا والله. موظف حضرتك ولا مسافر؟ موظف جمارك. موظف جمارك؟ الله يعطيك العافية. هلا بيك. يعني أعمالكم مشكورة ما شاء الله عنكم. يعطيكم ألف عافية. الله يسلمك. خليك. شكرا. يا هلا بك. شكرا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. موظف شرطي انا. اهلا وسهلا. حياك الله. كيف حظك بهالدنيا؟ والله شو والله هيك يعني. والله كويس. صوتك حلو. لا والله شكله حلو. صوتي انا هيك صوتي حلو لكن ما اعرف اغني. ما بتعرف؟ طيب سؤال بحكي مين شيخ الاسلام؟ اعتقد انه عمر بن الخطاب. قربت. او ابو بكر الصديق. قربت. كل عام وانت بخير. بخير. موظف ولا مسافر؟ لا موظف والله. موظف على الحدود السعودية. نعم. الأردنية المدورة. نعم. تعرف ليش سموها المدورة؟ والله يا ستي ما عندي علم والله. مين بيعرف ليش سموها المدورة؟ ولا هيك المنطقة؟ واحد ايش؟ 101 واد. فيها 101 101 واد، يعني صارت دائرية ها؟ طب حلوة المعلومة. قديش بتبعد من عمان لهون المسافة؟ تقريبا 360 كيلو 70 كيلو. طيب ليش انا اخذت معنا اكثر شوي؟ جزء ما بتمشوا انتم، بتمشوا. ما بنمشي احنا. طيب السؤال بيحكي من هو شيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام هو ابن تيمية. نعم؟ ابن تيمية. يا عيني عليك، ابن تيمية صحيح. ابن تيمية صح. الله يعطيك الف عافية. عافيك ستي. يعني انت اليوم ريحتنا وجبت الجواب بسرعة، وهذه اخر حلقة بالمناسبة لبرنامج انت وحظك. بعز علينا نفارقكم، بعز علينا ان نبطل نلتقي. انت عارف على اسمك؟ اسمي محمود النعيمات. محمود النعيمات. نعم. متزوج؟ لا عزب. عزب هيك ليش حكيتها ومتريح؟ لا انا بكير عم شايف. لا حكيتها هيك يعني انه احسن لي هيك. احسن طبعا. اكيد طبعا. سكان أي منطقة؟ سكان معن قريب منها. قريب جدا. كل قديش بتروح؟ أنا كل خمس أيام. يعني بالعيد؟ بالعيد إن شاء الله في البيت. في البيت إن شاء الله. طبعا أخوي الكريم ما شريتش أوعى العيد؟ لا لسه. لسه إحنا دائما نفاجئكم هيك. حلوة. ثلاث بنطلونات. نح. نح. زائد ست ربطات. ربطات؟ ما بلبس بدلات عادة.
ما بدك فيها في كل الشباب موجودة موجودين إذا بتحب تتبرع على حدا إحنا قابلين كمان. سيدي شكرا مشكورين. طيب طبعا ابناش لا هيو بده يلبس الربطات، ثلاث بنطلونات زائد ست ربطات عنق مقدم من مصنع ياسين للألبسة وساعة يد. في معك ساعة؟ معي ساعة. في ساعة. طب خلص أنا بأخذ الساعة. حسابك والله. تسلم. ساعة يد رجالي مقدمة من محلات أبو صالح للساعات والفضيات. وكمان إحنا بلشنا يعني منفاول عليك عشان تتجوز، نهديك أول قطعة في المنزل، خلاط أمريكي سبع سرعات مقدمة من جوهرة المنزل وزقفه لأخوي. كده كده يا معلم انا كده كده اهو يا معلم انا كده كده اهو ايوه يا معلم. اعزائي نتمنى ان نكون قد وفقنا بما قدمنا وسامحونا اذا اخطانا او سهونا، واسمحوا لي في نهايه برنامج انت وحظك ان انقل لكم شكر الزملاء الذين عملوا معنا طوال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج انت وحظك، وهم الزملاء جهاد جابر، كساب خشمان، اسعد الحشحوش، محمد العقرباوي، طايل الحديد، جمعه صمادي، رائد عربيات. وهذه اجمل تحيه من مخرج البرنامج مبيعكم بابيات من الشعر لان الشعر ابلغ وافصح تعبيرا. اقول فيها وخط وامحو ما خططت بعبره، تسح على القرطاس سح غروبي، لو ابصرتني ما عرفتني، لطول نحولي بعدكم وشحوبي، واني لاستهدي الرياح سلامكم اذ اقبلت من نحوكم بهبوبي. الى اللقاء. ما ترجع ليش يا وفاك الا وما حياك، ما ترجع ليش يا وفاك الا وما حياك، املي وروحي وقلبي يا قلبي، املي وروحي وقلبي ودموعي وابتساماتي مع بعض انت واخدهم، يترجعهم يتسبهم كل مع بعض انت واخدهم، يترجعهم يتسبهم ما ترجعليش جوابات. عيش أيامك وانت مضيع أيامي.